الأمريكان والعالم جرب حكم ترامب، والأمريكان والعالم جرب حكم بايدن. من هو الأصلح من الجمهوريين أو الديمقراطيين لقيادة هذه المرحلة التي تنذر بأزمات مستقبلية؟ بس خليني أرجع كمختص في الاستطلاعات. احنا سوينا استطلاع في مؤسسة جالوب الدولية في 44 دولة بالعالم، سألناهم قلنا له لو كنت أنت مواطن أمريكي وأتيح لك أن تنتخب، فمن ستنتخب؟ 58% من سكان الأربعة وأربعين دولة هذه قالوا سننتخب هارس، 38% فقط قالوا سننتخب ترامب. طبعا بالعراق لا، الحال معكوس عندنا، عند العراقيين التفضيل إلى ترامب أكثر. نعم. أكثر من هارس، وفي مجموعة دول. طيب. بالذات الدول اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق كلها تفضل ترامب على هارس. فالعالم من وجهة نظر العالم هم يفضلون يعني هارس على ترامب لعدد من الأسباب، بسبب السياسة الأمريكية في الخارج. لكن احنا، انا احكي عن كعراقيين الان، من الافضل لنا؟ وهذا السؤال اللي دائما يطرح علي وفي كل مكان، انه من الافضل، هارس ولا ترامب؟ اقول انه لا هارس ولا ترامب راح يشتغلون لخاطر العراق. اثنينهم يشتغلون لخاطر المصلحة الأمريكية، اثنينهم كل واحد عنده رؤية لمصلحة أمريكية بطريقة معينة. لا الجمهوريين على مدى العقود الماضية كانوا رحيمين بالمنطقة بشكل عام وبالعراق، ولا الديمقراطيين، كل واحد عنده أجندة. فكل من يعتقد أنه فلان أفضل ولا فلان أفضل، أعتقد عليه أن يقرأ التاريخ زين. حتى في قصة إيران هسا، إحنا كثيرين نعرف العراقيين يقول لك إذا أجا ترامب راح تكون سياسة متشددة ويا إيران وإلى آخره. لا يمكن التنبؤ بترامب، لا أحد يعرف ماذا بعقل ترامب. ترامب بين ليلة وضحاها راح، نتذكر على كوريا الشمالية سوى وياهم اتفاق. أيوة. وهذه كانت ما حد متوقعها ولا واحد.